السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. طبعا الفيديو بتاع النهاردة يعني يعتبر مش فيديو حمام، متخصص في الحمام، لكن الفيديو ده عشان أشكركم الأزمة الصحية اللي أنا مريت بيها. الفيديو القصير اللي أنا صورته حوالي 20 ثانية، فيه ناس شافته وفيه ناس مشافتوش. طبعا بشكر كل الناس اللي سألت عليا، سواء مكالمات تليفونية أو كتبت على التعليقات. أنا فعلا كنت محتاج الدعاء بتاعكم. الحكاية إن أنا في يوم السبت اللي فات اشتريت شوية حاجات وأنا طالع السلم طالع البيت، حسيت بوجع جامد في صدري. الحمد لله والشكر لله، يعني إيه، رحت المستشفى قعدت حوالي 8 ساعات، اتعلق لي محاليل. طبعا هو مستشفى قلب، يعني مستشفى قلب كويسه، يعني مستشفى حكومي لكن طوارئ، يعني هو قسم الطوارئ. لحد ما ايه، طبعا ما فيش وقت ان انت تروح للطبيب خاص، هياخد وقت في الحجز، وفي بعضهم المشاهير بياخد مثلا قول بعد شهر ونص وكده. فطبعا ما فيش غير ان انت تروح مستشفى عام، لكن المستشفى اللي دي الحمد لله متخصصه في القلب، فعملوا الاسعافات الاوليه والتحاليل اللازمة. كان طبعا النتيجة لما رحت بعدها بيوم، تاني يوم رحت للدكتور برا، قال لي ان دي كانت ذبحة. وطبعا اللي حجز لي احد المتابعين القناة او الناس اللي بيشوفونا، الناس اللي بيحبونا، اللي بنشكرهم جميعا يا رب، اللي سألهم واللي ما سألوش. بجد بجد وحشتوني والله، وحشني الحمام. طبعا انا بقالي من يومها انا ما طلعتش للحمام، النهارده الاربع، من يوم السبت، لكن انا طالع مش عشان الحمام، انا طالع عشان اشكر الناس اللي سالت عليا، والناس اللي لسه ما تعرفش برضو بعذرهم، لان مش كل الناس بتشوف الفيديوهات الشورتس. نشكر برضو اخونا اللي هو اهتم وان هو حجز لي عند الطبيب، والله اخ من المنصوره حجز لي هنا في دمياط عند الدكتور في دمياط عندنا، لانه هو اشفق عليا من ان انا اسافر المنصورة وانا في الحالة دي. يشكر جدا ان هو حجز لي هنا، والحمد لله طلع دكتور كويس برضو. لكن برضو اللي انا بقول لكم، انا بصراحة يعني الفيديو اللي انا عامله، ان انا انتوا وحشتوني، انا حاسس كده ان مش انتوا اللي شايفيني، ان انا اللي شايفكم دلوقتي. بجد انا احساسي ان انا شايف الناس اللي بيشوفوني دلوقتي، ما اعرفش ليه بقى. يعني هو يعني انا نادرا من الظهور ان انا بظهر على القناة، لكن انا حبيت ان انا اشوفكم وتشوفوني. وربي ربنا ما يوريش حد حاجة وحشة ان شاء الله بإذن الله. الصحة يا جماعة، الصحة ما يعرفش قيمتها غير اللي جرب التعب. وطبعا هو صاحبنا ده اللي هو برضو حجز لي عند الطبيب، انا ما استأذنتش منه ان انا اذكر اسمه، ان هو قال لي ان التعب اللي جاني من الحمام. لكن انا بحب اعرفه، يمكن ناس كتير ما تعرفش، ان انا كنت عامل قسطرة قلب من حوالي 7 سنين، و ده شيء بيتكرر يعني ايه على مراحل متباعدة. لكن المرة دي ان هي الموضوع كان طول شوية، الازمة او الذبحة دي الالم بتاعها استمر حوالي من 6 لـ 8 ساعات، مش متذكر بالظبط، بس طبعا كانت بتخف تدريجيا لحد بعد 8 ساعات الحمد لله ان هي اختفت، لحد ما قدرت تاني يوم ان انا اروح للدكتور التاني اللي هو الخاص، اللي هو صديقي ده حجز لي عنده، اللي هو طبعا معرفة من قناة الحمام دي، اللي هي عرفتني بناس كويسين كتير والله، اقسم بالله الناس اللي عرفتهم عن طريق القناة ومن الحمام، اصدقاء وبيسألوا عليا، وناس كتير عرضوا مساعدتهم، وناس عرضهم ان هم فلوس. انا مش بطلب حاجه من حد وما باخدش حاجه من حد عشان محدش يفتكر حاجه زي كده، الحمد لله مستوره. لكن السؤال يا جماعه، السؤال والدعاء، انا كنت بس طلبت منكم انكم تدعوا لي، ويمكن دعوه حد فيكم هي اللي تكون سبب ان ربنا استجاب لدعاء، وان ربنا يشفيني، وان انا ارجع تاني اشوف الحمام اللي هو وحشني زي ما انتوا وحشتوني، وامر مره كده بس ايه على الحمام بتاعنا برضو، ابص عليه نظره، مش هعمل حاجه يعني. هو اولادي هم بيعملهم الحمد لله، انا مش هعمل حاجه، بس هبص كده بص على الحمام
برضه ملحوظة يعني ملاحظات طبعا الغاوي غير ابنك غير بنتك غير يعني اللي ملوش في الحمام يعني. يعني بص بس بس كده. لكن برضو كنت احب اتأسف للناس اللي ما كانتش عارفة ان انا ما ردتش على التعليقات. ليه؟ في ناس كتبت لي تعليقات كتير فانا من يومها انا ما ردتش على تعليقات ومكالمات برضو ما ردتش عليها. انا في غالبا او دايما دايما ان انا برد على كل التعليقات وبرد على كل المكالمات، مفيش حاجة اسمها ما بردش عليها. لكن يا جماعة اعذروني، الازمة الصحية الازمة كانت شديدة عليا فما كنتش اقدر ان انا ارد على حد، فمحدش يزعل مني ارجوكم ان انا الفيديو ده عشان كده. تعالوا بقى نشوف الحمام. طبعا دي السلكات الحديد يا جماعة اللي كلكم عارفينها اللي كنا بقينا الحمام اللي فيها كله. يعني ايه سكننا حمام جديد وحمام قديم اللي هو ما كنتش احب ان انا بيعه يعني لحد منهم. القص ده القص التقيل ده القص التقيل ده اللي هو كان بيبيض 3 و4 بيضات النتاية اهو يا جماعة برضو ما بيعتوش لسبب لو شفنا حضرتك النتاية اللي فوق دي تقيلة. طبعا هم ما كانوش يعرفوا من الحكاية دي ولادي، انا كنت باخد البيض بتاعه احضنه هو يعني ايه بيبيض بيض بحجم كبير. المرة دي كانوا برضو 3 على زي ما هم قالوا لي. وطبعا زي ما حضرتك شايف انا ملاحظت اهو ان الايه البيض اتكسر تحتهم فالريش معكوك اهو من بطن النتاية اللي فوق دي، البيضة اتكسرت ولزقت. فطبعا هم شالوا من الطاجن ونزلوه ونقلوا من البيضة الله اعلم هم نقلوه فين، فضل بطين وكسروا بيضة. الطاجن اهوت هم سايبينه اهو مكان فعلا البيضة المكسور تمام. هنا برضو رائد على حصى ان شاء الله، بس اما اقول لكم كده ان شاء الله نعرض يعني 5 أصوص 4 أصوص كده للبيع. لكن طبعا ما عادش فيه صحة يا جماعة مع اعذروني ان انا اشحن لحد مش هقدر حاليا، اللي هيبقى كده ان شاء الله يبقى يجي يستلمهم ان شاء الله بنفسه. وهنا برضو ان شاء الله رائد على الحصى. وده القص ده القص ده جديد اهو، القص ده لسه محص اول حصوية اهو. وهنا ده قص ده برضو رائد يعتبر قرب البيض بتاعه يفقس، وده من حوالي اسبوع يعني قبل انا ما الاصابة اللي عندي بفترة قليلة. وهنا ده يعني بصراحة انا وحشني الحمام فانا حبيت ابص على الحمام معاكم، يعني من زمان ما شفتش الحمام مش هقدر حتى لو قال لي ان انت تبعد عن الحمام وان ده السبب برضه مش هقدر. احاول ان انا البس كمامة بعد كده وانا طالع بس للحمام. ان شاء الله يحصوا قريب. ده هنا القص ده مع زغلول ومحصي فوق هنا اهوت. ده الرف الداخلي يا جماعة. وهنا تحت برضو كده القص السيلفر التاني ده. ده شغال جديد من اللي هي انتاج السلفر اللي هو القص القديم هوريه لك دلوقتي. وهنا برضو القص ده بيحضر العش اهوت. وهنا ده برضو رائد على حصى قرب الحصى يفقس. وده مع زغليل وان شاء الله بيحضر العش. طبعا هم عندي الولاد يعني حاطين لهم قش، يعني ايه بيقولوا القش بيدفي في الشتاء شوية عن الرملة والتحديق اللي احنا بنحطه. هي وجهات نظر، هو فعلا القش بيدفي يعني. وده برضو قص من اللي هو اللحم السلفر برضو اللي هو من انتاج اللحم السلفر، هو كان عندي قص واحد بس شغال. ده ان شاء الله بنجوزهم لبعض ان شاء الله يحصوا قريب. ده القص الاساسي اللي هو كان شغال، انا خدت زغليلهم عشان اريحهم لان حسيت ان هم خسوا من كتر ما خدت منهم بيض وخدت منهم زغليل. يعني معلش معذرة ان كان الكلام بطيء شوية، انا هحاول اسرع الفيديو شوية يعني اعذروني اللي انا قايم منه فبرضه بيبطئ الكلام شوية. ده اللي هو ابو الانتاج اللي عندي كله القص ده. وده برضه
تحته بيض اهوت ما شاء الله، لا قوة الا بالله. وده هنا معاه غليل بسم الله ما شاء الله، وبرضه بيجهز العش هناك اهوت. طبعا هو حاطين له قش زي ما قلت لك، بيقولوا القش بيعمل حافز للحمام ان هو يبيض يعني. شايف ايه رايكم في المعلومه دي؟ وهنا برضو القص ده معاه زغليل برضو لسه صغيره، مفروض هنا يحطوا طاجن تاني كمان. الحمام ده ممكن يبيض في اي وقت، يكون قدامه الطاجن هنا في المكان ده. وده تحته حصى ان شاء الله. وده هنا تحته معاه زغلولين وان شاء الله يحص تاني. طبعا هو معاه زغلول زاجل، زغلول زاجل وزغلول لحم بسم الله ما شاء الله عليهم، ما شاء الله ربنا يبارك. وده برضو تحته حصى. اظن يعني ايه كفاية اللي احنا شفناهم دول ولا ايه؟ كفاية كده يعني، عشان ايه يعذروني بقى اني مش قادر النهاردة اتكلم في حاجات عن الحمام كتير، لكن كفاية ان انا شفتكم وشفتوني ان شاء الله. وبشكركم مرة تانية على حسن المتابعة، وبشكر كل اللي سألني وكل اللي ما سألنيش وكل اللي يعرف بالحالة الصحية. لكن انا حبيت اقول ان انا الفيديو ده عشان اعتذر للناس اللي هي كتبت تعليقات وسألت اسئلة وانا ما جاوبتش عليهم، لان بقى التعليقات كتيرة وانا ما ردتش عليها بصراحة. وكمان المكالمات التليفونية يا جماعة، وارجوكم المكالمات التليفونية يا جماعة، يمكن يعني الدكتور قال لي ما تتكلمش كتير، فهي المكالمات التليفونية بتتعبني. فرجاء يعني لو حد يكلمني يكلمني واتس، ان انا عشان بس ايه الحالة الصحية اللي انا فيها مطلوب مني الراحة اكتر وقت ممكن يعني. بس كده اكون خلصت موضوع فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.